بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ احبكم في الله، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان، وربنا ان شاء الله يعود علينا الايام بخير ويزيح عنا هذا الابتلاء والوباء يا رب. اتكلمنا قبل كده عن موقعين بيقوموا بمشاركة الاعمال، يعني مثلا انت كراجل مسوق الكتروني شغال في الديجيتال ماركتنج، بياخد منك وقت كبير قوي انك مثلا موقع نزل بوست تاخده تشيره بقى على كل المواقع زي الفيس وتويتر انستجرام لينكد ان. فالموقعين دول كانوا بيقوموا بالمهمة دي بالنيابة عنك، انت بتعمل لهم سيت اب وبتربط، بتعمل لينكات ما بين الابليكيشنز دي كلها، واوتوماتيك مثلا انت عندك بلوجر او قناة على اليوتيوب بياخد البوست اول ما بتنزله بياخده يشيره لوحده. تمام. النهارده ان شاء الله بنتكلم عن برنامجين بيقوموا بنفس الخطوه واكتر، ان هم مثلا بتعمل عليهم ايه، تاخد كل الحسابات اللي انت عاملها مثلا على الفيس او على الانستجرام لينكد ان تويتر كل المواقع دي وبتدخلها على البرنامج وبتعمل لها سيت اب بحيث ان هم بيكبروا البرنامج ده. يعني مثلا زي ما احنا شايفين كده، اول برنامج بنتكلم عليه اسمه جارفي. جارفي ده زي اللي هو ايرن مان اللي هو البدله. سكادول يور بوستس اند جرو يور سوشيال اكاونت 10 مرات فاستر، يعني اعمل جدوله للبوستات بتاعتك وكبر الحسابات 10 اضعاف الطبيعي بتاعك. يعني انت من خلالها مثلا تقدر تعمل اوتوميشن لانستجرام، فيسبوك، تويتر، جوجل بلس، لينكد ان، بنترست، تمبلر، يوتيوب. تمام. تعمل جرو بتكبر يعني الاكونتات بتاعتك دي بطريقه امنه، لان انت بيبقى في عدادات بتقعد تظبط فيها. طيب جارفي ويندوز بيست سوشيال ميديا، يعني بيشتغل على الويندوز. تمام. ودي اور كلاينت لاف جارفي. شويه مثلا تعليقات عن الناس اللي بتستخدم البرنامج. Start your free trial. النسخة التجريبية بتقدر تستخدمها لمدة 5 أيام. طيب تعال نشوف كده البرايسنج بلان أو سعر البرنامج ده. البرنامج ده سيدي في منه 3 أنواع: Starter، Regular، Professional. أول نوع الشهر $30، العادي $50، البروفيشنال $70. ده طبعا أسعار دي شهرية. What will you get؟ يعني انت هتاخد ايه من البرنامج ده؟ Target real audience، يعني انت بتتارجت فئة معينة. Grow your account fast and safe، بتكبر الحسابات بتاعتك بطريقة سريعة وآمنة. Social media scheduling، اللي انت مثلا بتعمل جدولة للحسابات بتاعتك، بتقعد تنشر بطريقة مجدولة انت حاططها في اوقات معينة. مانج مالتيبل اكونت، ان انت بتقدر تقوم باداره اكتر من حساب. انكريز انجيجمنت ريتس، انت بتكبر التفاعل على الحسابات بتاعتك. تمام. طيب البرنامج زي ما احنا شايفين ان شاء الله هوفره لكم ببلاش بالكراك بتاعه. طبعا طريقه الكراك انا مش قادر انزلها على اليوتيوب، فاللي ينزل البرنامج ما اعرفش يعمله يقول لي انا اقول له بيعمله ازاي. وطبعا ان شاء الله انا عملت القناة على التليجرام عشان لو في اي حاجة نقدر نوضحها عن طريق، سواء بقى لتحميل البرامج او كده، عشان بس ما ناخدش مخالفة على القناة. تمام. طيب ده البرنامج بتاعنا اسمه جارفي. ده الداشبورد، كل الاكونتات اللي موجودة وايه اللي بيحصل عليها، عامل زي النوتيفيكيشن. statistics هتلاقي هنا في تفاعل زاد من ساعة ما استخدمت البرنامج. طيب سوشيال بروفايل، انا لو عايز اضيف بروفايل باجي على اد بروفايل، بيفتح لي شاشه زي دي. عندي فيسبوك، جوجل بلس، تويتر، بنترست، لينكد ان، يوتيوب، انستجرام، تمبلر. طيب انا لو عندي مثلا حساب واحد بعمل اد بروفايل، لو عندي مجموعه حسابات بعمل امبورت اكونتس، لو انا مثلا عامل ملف اكسل فيه الحسابات بتاعتي. تمام. طيب لو انت مثلا مش عارف تضيف ازاي فبيقول لك شو ديمو امبورت فايل، فهو بينزل لك ملف اكسل ديمو اللي انت تملى البيانات وبعد كده ترفع منه. طب انا عايز ارفع مثلا على الفيسبوك، نعمل اد بروفايل.
باجي هنا بكتب اليوزر نيم او الايميل والباسورد وبضغط على فيريفاي اكونت تفعيل الحساب، لحد ما بيجي هنا يقول لك فاليديت باللون الاخضر، يبقى انت الحساب بتاعك كده زي الفل. تمام. طيب نرجع من هنا نضغط على السوشيال بروفايل، تقدر تضيف حسابات كتير او تولز. هنا انت بتعمل ايه؟ سيت اب للحسابات بتاعك. هنا مثلا حسابات الانستجرام الفيسبوك. طيب انت هنا العواميد دي لو عاوز تظبطها، عاوز تخفي حاجة او تظهر حاجة، بتيجي على مانج كولوم اللي انت عاوز تزيره بتقوم عامل عليه صح، اللي انت مش عاوزه يظهر بتسيب المربع بتاعه فاضي. تمام. من هنا تقدر ان انت تشغل مثلا هنا العمود بتاع اللايك، الحساب ده انت عاوز تخليه يعمل لايكات، تقول له اوكي. عاوز توقف اللايكات بتاعته لو لقيت مثلا علامة صفرا زي دي اللي هي سسبنس او بلوك، تقوم موقف. تمام. وكذلك بقى بالنسبة على باقي الحسابات. طيب انت قبل ما تعمل اصلا عشان الخطوة دي تتفعل معاك، انت بتدخل على مور تولز وتبدأ ان انت تظبط كل الايه الاعدادات دي. الفايندر اللي انت مثلا ايه عاوز تدور على كلمة معينة كيور على الناس بقى اللي شغاله في العقارات العربيات، انت بس بتكتب الكلمه هنا. تمام. اكستراكت لوكال سيل جروبس، وبيدورك على كل الجروبات اللي فيها الكلمه دي. او اكستراكت جروب لو انت مثلا ايه فروم يو ار ال اللي هو عنوان مثلا، فبص انت بتكتب مثلا الكلمه في البحث في اليوتيوب قصدي في الفيس، وبيجي مثلا الصفحه كده هنجرب. نكتب مثلا عقارات. جاب لك ايه جروبات وفين الجروبس. الصفحة دي كلها زي ما هي كده، اقوم واخد اللينك من فوق من المتصفح واجي على البرنامج واحط اللينك اكستراكت جروبس عشان بس مش بقى. طيب تقعد تظبط من هنا بقى اعدادات بتاعتك. تمام. المفروض ان هما بعد ما يظهر الجروبات بيظهر لك هنا بيجيب لك العدد بتاعها. جوينر اللي انت عاوز تضيف الاكونت ده في جروبات معينه اللي احنا طلعناها من الكيورد بتاعتنا دي. status انت ممكن تقول له ايه تفعيل من هنا. طيب الران تايم اللي هو كل قد ايه، فاقول له مثلا من 1800 ل 3600 ثانيه. تمام. هنا لو عايز تعمل له سكادر مثلا في وقت معين. الجينر سيتنج جوين ماكسيمم اللي هو اكتر حاجه في اليوم. تمام. شويه اعداد بقى تقعد تقلب فيها عشان بس ما ناخدش وقت، ولا يقف مع حاجه ممكن يكلمني. ان جوينر اللي هو مثلا يعمل ايه ان جوين او يخرج من جروب معين. اكونت سيتنج اكسبت اللي هو يقبل مثلا الصداقه او كده. انفايت لو انت عاوز تعمل لهم الاصدقاء اللي انت جمعتها الحسابات عاوز تعمل انفايت لجروب او لصفحه عندك، فانت بتقول ايه invite friends to page او event. تمام. المفروض ان انت الصفحه بتظهر لك هنا بعد ما بتظبط حسابك، الصفحه بتاعتك انت اللي عاوز تخليه تضيف الناس فيها ماشي، او add friends to groups از جروب بيبقى عندك هنا وانت بتضيف الناس. تمام. طيب add emails emails to group لو انت مثلا عندك ايميلات كتير بتحط الايميلات هنا وتقول له add to email list. تمام. وتبعت لهم الاضافه بتاعتك على الجروب بتاعك او الصفحه بتاعتك. كونتاكت اللي انت مثلا عاوز تبعت رساله معينه اللي هي حامله مثلا في الرسائل على الفيس. الباك اب ده حاجه مهمه جدا اللي انت لازم تاخد باك اب للاعدادات اللي انت عملتها والنتائج اللي طلعت على الحساب ده. كومنت او لايك طبعا انت بتختار من هنا السورس اللي انت هتعمل عليه اللي هي صفحتك او الجروب بتاعك او العميل طبعا. تمام. كفر فوت بيرثدي لو حد مثلا عيد ميلاده فانت بتبعت رسائل جاهزه تبعت لوحده. ان فريند اللي انت مثلا عملت لواحد فريند وبعد بعت له رساله وخلصت وعمل ان فريند بحيث ان الحساب بتاعك يبان ان هو اكتف او حد بني ادم مش روبوت.
اللايك كومنت اللي انت مثلا بيعمل لايك على كومنتات معينة حسب الاستهداف اللي انت بتختاره من هنا من السورس، وهنا الريزلت النتيجة اللي تطلع لك، هل الحساب ده شغال، حصل فيه مشكلة. تمام، دي بالنسبة للفيس. في عندك بقى هنا طبعا اليوتيوب، ندخل على مور تولز، نفس الحوار برضو. فولو اللي انت عايز تعمل فولو لحسابات معينة بالتارجت عليها، ان فولو لايك لفيديوهات معينة، كومنت عايز يكتب كومنتات على حاجة معينة، بتختار السورس طبعا اللي انت بتدور عليه. انا مثلا حاطط هنا 4 فيديوهات او 4 قنوات، ودي الكلمة اللي ورا استعمله بحيث انه يكتب اوتوماتيك لوحده. الريزلت اللي هي النتيجة، هل هو فعلا عمل ولا لا، اللايك الكومنت اللي نزل. تمام، برنامج جميل جدا، وفوق الوصف تمام اللي هو بتاع الانستجرام دايركت ايميجز، اللي انت مثلا بتبعت رسائل اوتوماتيك، بيعمل هو يعني حملة تسويق برسالة معينة. انت مثلا عندك محتوى او عندك فيديو عاوز تسوقه او منتج، فبتحط الصورة والرابط والشرح، وتقعد ايه اوتوماتيك، هو يقعد يبعت لوحده لكل الناس اللي بيعمل لها فولو، يقوم بعت لها رسالة اوتوماتيك. اجي كريت اكونت، اللي انت مثلا لو عاوز يعمل حسابات لوحده، بتحط الداتا هنا، هو يقعد يكريت الحسابات دي. مانج كومنت، دي السيتنج بتاع البرنامج عموما. سوشيال بلاتفورم، انستجرام في هنا اعداد كتير، تحط هنا مثلا اسامي الميل واسامي الفيميل، هتلاقي ملفات تكست مع البرنامج ممكن تحطها. تمام، الديستنيشن بتيجي من هنا مثلا، تحدد الديستنيشن، وبعد كده بتعمل الكامبين بتاعتك، تخش اد كامبين وتعمل لها بالظبط اللي انت عايز تظبط له. انت مثلا عندك كامبين جاهزه من هنا، تيجي من هنا مثلا وتقول له ديتيلز، بيدخل على الاعدادات بتاعتك، وات تو ببلش، بتكتب مثلا الرساله بتاعتك اللي عايزه تتبعت، بيبعتها طبعا في كل الحسابات اللي انت مسجلها. وير تو ببلش، وين تو ببلش، الوقت المعين. برنامج جميل جدا. البرنامج التاني اللي احنا هنتكلم عنه برنامج اسمه سوشينيتور دومينيتور، وده الموقع بتاعه. ايزي اوتوميشن فور بيزي ماركتيرز، اللي هو الاوتوميشن للناس الماركتيرز اللي مشغولة. طبعا هو بيوفر عليك وقت ومجهود كبير جدا جدا، عليه بلاتفورم كتير قوي زي تويتر، يوتيوب، كورا، فيسبوك، انستجرام، ادفانسد بابلشنج اللي هو اوتوماتيك بيعمل بابلش لكل السورس اللي انت بتحطه، تمبلر، ريديت. جميل جدا. طبعا البرنامج ده مش ببلاش، هو كمان اكيد بفلوس، شوف البرايسنج بتاعه، هرفع لكم برضو البرنامج ده ان شاء الله بالكراك. ده من تكريك الدكتور فرفر، ربنا يجزيه خير، لان الراجل ده بصراحة منزل محتويات جميلة جدا على موقعه. النسخة البروفيشنال في الشهر ب$10، تيم 29. طبعا النسخة ما بتبقاش مفتوحة، يعني هنا مثلا بيحدد لك 10 حسابات بس، هنا 70، هنا 150 اللي هو البيزنس ب50 في الشهر. وجارفي هنا محدد لك في الريجولر ب50 30 حساب، وستارتر 10 حسابات. تمام، ده البرنامج بتاعنا، تقدر تضيف حسابات من هنا، اد اكونت. تختار من هنا انت الحساب اللي انت هتضيفه ايه، فيسبوك ولا بنترست، ريديت، تمبلر، كورا، لينكد ان، انستجرام، يوتيوب، بتختار اللي انت هتحطه، اسم الحساب بتاعك، وبعدين يوزر نيم والباسورد، تقول له سيف. تمام، ضفنا اكتر من حساب، لو انت عايز تفلترهم بتفلترهم من هنا. بسم الله، لا سوري، من هنا فيسبوك مثلا، كل حسابات الفيس، بنترست، حسابات البنترست، ريديت، تمبلر،
كورة، لينكد إن، انستجرام، واليوتيوب. هنا الحالة بتاعت الحساب فيل فيل فيل، سكسس سكسس يعني هو الوحيد اللي لقط، فيل يعني طبعا في مشكلة. تمام، تظهر كل الحسابات، بتضغط على سوشيال ويظهر كل الحسابات بتاعتك. طيب احنا مثلا بنيجي على حساب مين، بنضغط كليك يمين، go to tools، تمام. بعد ما ضغطنا على جو تو تولز ممكن نجيبها من هنا اللي هي الاكونت اكتيفيتي، سند فريند ريكويست، تمام، اللي هو يبعت طلبات صداقه. بنيجي هنا على الكي وورد او لوكيشن او جروب ممبرز، فبختار انا عاوز هو يبعت طلبات صداقه لمين. لو كي وورد مثلا كلمه معينه بكتب الكلمه هنا واقول له ايه اد، لو لوكيشن بختار مثلا ايجيبت اد، الجروب ممبرز باخد لينك الجروب واضيفه هنا واقول له اد، تمام. فبعت طلبات صداقه للهدف اللي انا حاطط له ده. تمام، بوست كومنترز باخد لينك البوست واحطه اقول له اد، البوست شير شير شيرر او لايكرز، بيج بوست كومنتر، فانت حسب اللي انت عاوزه. مثلا يعني هنا الايفنت لو صفحه بوست لايكرز حسب اللي انت هتحدده وتقول له اد اضافه. تمام، طيب الجندر لو انت مثلا عاوز محتوى البنات بس فانت بتضغط على جندر وتقول له في ميل، لو الاثنين مش فارق معاك عادي تسيب. اللوكيشن مكان معين، القاهره مثلا او حته معينه. تمام، سكيب بلاك ليست يوزر، لو برايفت مثلا عاوز تقول له بلاك ليست، جروب بلاك ليست كده يعني. تمام، بعد ما بتظبط دنيتك تقول له سيف. تمام، انكم فريند ريكويست، الناس الطلبات صداقه اللي جايه لك، فانت بتقول له ايه بدل ستوب دي بتخليها طبعا في الحساب هنا واقف، بتفعل النقطه دي وتقول له اكسبت ريكويست، اي ريكويست بيجي لك بتقول له اوكي عليه، بيوافق هو اوتوماتيك لوحده، تقول له سيف. ان فريند لو مثلا عاوز يبقى ايه بعد ما خلص مثلا ضاف وبعت له رساله وخلص دنيته تقول له ان فريند ويضيف ناس جديده كده يعني. ويزدرو سند ريكويست برودكاست مسج، لو عايز تبعت رسالة بتكتب الرسالة وتضيف الصورة. تمام، و تظبط دنيتك وتقول له اد مسج تو ليست، بيتجهز كذا رسالة مثلا تبقى جاهزة فيها اللينك المحتوى اللي انت عايز تبعته، سواء مثلا موضوع على موقع او فيديو على اليوتيوب او ايا كان، او اعلان مثلا كلمتين وصورة، بتعرض منتج، بتسوق لمحل او مكان معين. تمام، ايه تو ريبلاي مسج، ايه تو ريبلاي مسج اللي هو مثلا بيرد بالنيابه عنك على الرساله اللي بتوصله. مسج تو نيو فريندز اللي هو بيبعت رساله لكل الاصدقاء الجدد. تمام، في هنا طبعا حاجات كتيره جدا بتمشي سامه كده، هتلاقي بقى سند جريتنج تو فريندز، send message to fan page اللي هو مثلا صفحة معينة كل الناس المعجبين بيها بيبعت رسالة، fan page like send message to places عايز ابعت رسالة لأماكن معينة، قصدي ناس في مكان معين، بوست لايك بوست كومنت. يعني بص البرنامج ده خطير خطير خطير. جروب جوينر اللي هو بينضم اوتوماتيك في جروبات معينة، ان جوينر اللي هو يطلع من الجروبات دي، بروفايل سكرابر اللي هو بيسحب بيانات بروفايلات معينة، بيسحب البيانات او الداتا بتاعته، فان بيج سكراب اللي انت بتحط له مثلا صفحه معينه هو بيسحب بيانات الناس المشتركين فيه، جروب سكرابر، كومنت سكرابر، ريبلاي بوست، داونلود ميديا لو انت مثلا عايز تداون ميديا سواء فيديو او اي حاجه من على صفحه او كده، البيج انفيتر لو انت مثلا عايز تضيف ناس تبعت لهم انفيتيشن على الصفحه دعوه يعني.
واتش بارتي انفايتر برنامج خطير جدا. سيشنيتور دومينيتور انتربرايز فول اكتيفيتد باي دكتور فارفر، ده النسخه الفي اي بي. طبعا البرامج اللي احنا بننزلها ملهاش عدد مستخدم معين، انت ممكن تحط عليها حسابات كتيره جدا فوق اللي هم حطوا. يعني مثلا لو هنا البيزنس هنا مثلا 150 سوشيال، انت ممكن تضيف اكتر من كده بكتير، لان البرامج دي متكركه اكبر وقت واكتر عدد مستخدم. ان شاء الله هحط لك لينك الجروب التليجرام في الديسكريبشن، وهنزل لينك الداونلود بتاع البرنامج على الجروب. اشوفكم على خير في رعاية الله، ما تنساش تعمل اشتراك للقناة ولايك للفيديو. مع السلامة.